تمكن من تحويل اتجاه الكرة بحيث ان الكرة كانت في اتجاه المرمى. اذا ضربة ركنية مع الميداني في نادي منتخب فنزويلا، الكرة دائرية، ضربة سياف، هدف من اروع ما يكون لفائدة منتخب فنزويلا اللي افتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب تيتشيرو لاعب فريق لوفيتش من بلغاريا، دائما رقم 6 هذا اللاعب يصعد، وفرحة مستحقة لمدرب منتخب فنزويلا ريتشارد بايز. لاحظوا ارتقاء جيد والكرة في المرمى، مرمى منتخب البيرو. نتابع مرة أخرى الإعادة والضربة الرأسية الممتازة للاعب الدونادو. ما كانش هناك خطأ، فرصة هدف ثاني لفائدة المنتخب الفنزويلي، بإمكانه يمر الجريمة أو يسدد تسديدة قوية. هدف، هدف لفائدة منتخب فنزويلا، بالرغم من أنه التسديدة ما كانتش قوية ولكن كانت مركزة، ما تمكنش الحارس من التصدي لها، وتمنح منتخب فنزويلا هدف ثاني أمام بيرو، فوز تاريخي. لاحظوا أريسماندي يسدد إنما في الركن الأبعد من مرمى الحارس، والهدف الثاني لفائدة منتخب فنزويلا بواسطة دانيال أريسماندي اللي دخل خلال الجولة الثانية.